لازلنا نتواصل مشاهدينا الكرام من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، أحد فروع تحفة الميادين بالمرموم، متواصلين بانطلاقة الأشواط الصباحية الخاصة بسن الفطامين. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن. نسير مع مجريات شوطنا السابع والإبكار في تحديات البداية مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط. هناك سلطنة على البداية، ولكن التغيير من بلشة راشد بن عبيد بن مصبح الاكتبي من يقدم لنا بلشة على الصدارة، بلشة على المقدمة، بن ميرين من الجانب الآخر يقدم لنا أيضا الاسم المنطلق من خلال تواجد هذا الشعار. ثانيا المركز الثالث، ثالث المراكز هناك علي بن عبد الله بن سالم المسافري، ارتياد على ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع المراكز الشاهنية محمد بن راشد العويسي على المركز الرابع. هكذا النتيجة للأربعة المراكز المنطلقة. نعود مع الصدارة، نعود مع ارتياد اللي غيرت البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هناك ارتياد على المركز الأول، علي بن عبد الله بن سالم المسافري. الله يا المسافري، الله يا المسافري، سافر مع هذا الشعار إلى السوان، إلى رأس الخيمة. ارتياد على المركز الأول، ارتياد الصدارة والانطلاق مع ارتياد. الله يا سلام يا سلام، اسم تعلق بالرموز على المركز الأول. حافظ عليه يا المشايخي، حافظ على هذا الاسم. هناك بمتابعة المشايخي من يتابع هذا الشعار على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هي ارتياد على المركز الأول. سلام رأس الخيمة، سلام سلام السوان، سلام على هذا الفوز وانتصار ارتياد. أمتار قليلة وارتياد باعدت المسافة. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري على فوز ارتياد بالمركز الاول. سلام يا عفوا يا ذي السلام. المركز الثاني 25، المركز الثاني كانت فيه الشاهنيه احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث كانت فيه صبا مطر بن خليفه بن العويس. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام للثلاثه المراكز الاولى. نعود